شوفي، يعني خليني أقول إنه بالسياق العام اللي عم بيعمله حزب الله صار واضح، فهو من جهة يعني يحاول تطفيش من يمكن تطفيشه من لبنان، يعزل لبنان عن العالم، كل العالم، يعني رح نصير خارج النظام الكوني بعد شوي بفضله، ومن يبقى من لبنان بيرهبه، يا بتفلوا ومنعزل لبنان عن العالم ومنقرر نحن مين بدنا نعادي ومين بدنا نهادن ومين الصديق ومين العدو، معدودين عدد الأصابع اليد الأصدقاء، واللي بيبقوا نرهبهم بالتخوين. خليني أقول أولا أنه يعني شو أضاف تقرير التليجراف، يعني شو هالتفصيل هيدا اللي عم نخلق منه قصة بس لنأكد يعني منظومة التخوين والإرهاب الداخلي. من كلنا بنعرف انه لبنان كله هو مخزن اسلحه لحزب الله. اليوم احد نواب حزب الله عم بيقولها بكل وضوح انه مين قالكم نحن بحاجه لمطار بيروت لندخل السلاح، يعني عم بياكد هو انه عم بيدخل سلاح من معابر، ما هالمعابر كلها تحت سيطرته، لبنان كله مخطوف لارادته، يعني مش ناطرين تقرير دولي شو ما كانت مصادره يجي يخبرنا انه والله في أسلحة في هذا المكان أو ذاك، واضح الشيء. فإذا نعرف كلنا 7 آب ليش صار، عفوا 7 أيار صار كرمال المطار، لأنه وقت اللي تجرأت حكومة لبنانية أنه تحط إيدها على المطار قامت حزب الله، وكلنا بنعرف شو صار ب7 أيار. أكثر من هيك أنا بدي حيلك ل اللي قالته طالما نحن بالجديد، مديرة الأخبار بالجديد مريم البسام اليوم لفتتني تغريدة لها، قالت إنه نحن بدنا تفتيش دولي. عارف مريم البسام مش محسوبة على القوات على العلمي، عم بتطالب بتفتيش دولي، فليكن. وزير الأشغال بده يدعي على التليجراف، فليكن، روح ادعي وخلينا نعرف وين مصادرها. كل ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة. اليوم البلد كله مخطوف وفي ساكت كبير جدا بكل هالمعمعة هو الجيش اللبناني. أنا ما بصدق، بيني وبينك ما بصدق حدا، ومش مفروض أنا صدق حدا إلا الجيش اللبناني. الجيش اللبناني عنده وجود بالمطار، كل الأجهزة الأمنية عندها وجود بالمطار، يجوا يخبرونا. خلي يطلع هلأ بيان من الجيش اللبناني يقول إنه مطار بيروت ومحيط مطار بيروت خاليين من الأسلحة، نحن نصدق ما يقوله الجيش اللبناني. في شيء أيضا ملفت روان، قاله وزير السياحة اللي هو أيضا مش محسوب على القوات، وزير السياحة بالمطار قال ونادى وطالب رئيس الحكومة بأنه يكون هناك مطارين في لبنان، مش بس نتيجة ما يجري اليوم، نتيجة حاجة لبنان إلى مطار آخر في مكان آخر. هذا مطلب أمني سياسي اقتصادي سياحي اللي بدك إياه اجتماعي، أنا لنا وأنا عم ضم صوتي من عندك لصوت وزير السياحة إنه شرفي يا حكومة مثل ما كنتوا عم تحاولوا تعملوا تيرمينال 2 بمطار بيروت على طريقة البي أو تي ووقفت، ومنعرف كيف وقفت وليش وقفت، شرفوا عملوا نفس الطريقة في مكان آخر تنحل كل القصة. طيب بظل كل هيدي الملاحظات اللي استمعت لك فيها للأخير ولكرمال تعطينا هيدي النظرة العامة اللي شفتها من بعد هيدا المشكل مبارح لليوم، طب نحن فعليا إذا رحنا على تفتيش دولي وأثبت أنه مطار بيروت خالي من السلاح وخالي من الصواريخ، طب هل تستكينه؟ يعني كفريق معارضة يصوب دائما على حزب الله وعلى المقاومة. عم بشرح لك الكونتكست يا رواند، أنه في أصوات طلعت من خارج القوات، ما أنت قلت القوات أخذي هذا الموقف، لا عم بحكي كمان معارضة، لأن كمان كان لافت اليوم تغريدة النائب سامي جميل، هذا تفصيل. لبنان كله قراره مخطوف، من قرر فتح الحرب ب28 الأول مش الدولة اللبنانية، حزب الله يسيطر على السلطة التنفيذية بالكامل،
يسمح لنا مع كامل محبتنا له للرئيس ميقاتي، ما في حكومة في لبنان، في قرار يتخذه حزب الله ويسري على جميع مراكز القرار في لبنان. يعني هيدي مين ما كان عم بيحكي فيها. طيب انه نحن ناطرين هلأ هذه المسألة لتدلنا على خطورة وجود دولة تعيش مع الدولة وتتخذ القرارات عنا. وانا بدي لك اكثر من هيك، حزب الله اليوم، وقريت مقال للاستاذ موفق حرب، موفق كثير فيه، انه حزب الله هو حاليا المنظومة الوحيدة في العالم اللي اخذ شكل الدولة ولكن بنفس الوقت خارجي عن النظام الدولي. يعني حزب الله وقت اللي بده بيتصرف كدولة بالداخل تحديدا ويرهن قرار الدولة، هو بيقرر امتى بيصير في انتخابات رئاسة جمهورية، هو كان يقرر امتى بتتشكل الحكومات ومن مين، هو بياخد قرار الحرب والسلم، هو بيقبع هيدا القاضي وبيوقف هيدا التحقيق ويستبيح كل السلطات، وقت اللي بده يتصرف كمنظمة مسلحة. هذه الازدواجية عم نقول بكل رواق بكل منطق بعيدا عن التشنج ما بقى قابل للحياة. وما فيكن يعني اذا طلعتم امبارح يعني هيك هودي مأموري الشتيمة اللي بيستخدموهن وما اشترن برتبة صحفي او صويحف او اللي بدك اياه، تطلعوا يعني تعملوا هالحملة التخوين على غسان حصباني او على يوسف الدياب المسكين الثاني، انه يعني عم تخوفونا. عم نقلكن لا بتخوفونا لا بترهبونا، هذا المنطق ما بقى يمشي معنا. عم ندعيكن تعوا نطبق اتفاق الطائف اللي كل اللبنانيين وافقوا عليه، تعوا تنخرج نحن وياكن من هذا المأزق اللي نحن عايشينه، بلدنا منهار على جميع الأصعدة، وقفوا هذه الحرب العبثية. إسرائيل معتدية صحيح، نحن بدنا حل الدولتين أكيد، منروح نحن وكل العرب بضغط لحمل إسرائيل على قبول بحل الدولتين هلأ. طيب بس ما نحن عارفين يا رواند أنه حزب الله لا يناسبه ذلك، ما بيناسبه لا ل 1701. عم بتحاسب على النوايا سعادتك انت هيك، لان هن عم بيقولوا لك انه نحن لما يصير في حل بغزه او لما توقف الاباده بغزه نحن ملتزمين بتطبيق ال 1701، ولكن من الطرفين ليه انت بدك تتعامل مع اسرائيل بجانح مكسور؟ انت في عندك قوه يمكن استثمارها اللي هي قوه المقاومه بغض النظر اذا انت كنت معه ولا ضده، بس انت بتقدر تستثمرها بوجه اسرائيل. اللي في استثمرها بوجه إسرائيل هي أن يكون عندي دولة قوية قادرة بعيدة عن أي تدخل خارجي وعن أي هيمنة خارجية، سواء كان اسمها إيران أو أمريكا أو البدك، يكون عندي جيش منتشر على كل الحدود اللبنانية وهو اللي بيحميني وهو اللي بياخد القرار وهو اللي بيدافع عني، جيش يمتلك وأن يكون هناك إجماع وطني. هيدا اللي بيحصنني ضد إسرائيل، الإجماع الوطني هلا شو حصلنا نحن سعادتك؟ الإجماع الوطني فقط خلف الجيش اللبناني اللي نحن نجله ونحترمه وداعمينه لآخر نفس. هل الإجماع الوطني وحده يمكن أن يواجه به الجيش اللبناني إسرائيل؟ أكيد. بدك أنت عم بتروح أكيد. على أمريكا، أنت سألت إذا ممكن تسليح الجيش اللبناني، لأنه لم نجرب ذلك، بعدنا عم نربي دويلة داخل الدولة وعم نعطيها كل مقومات الحياة على حساب نمو الدولة، وعم نقول انه هيديكي الطريقة الاخرى انه يكون عندنا دولة قوية ما بتمشي، جربها وشوف اذا بتمشي اما لا.